في مطبخ اماني لو لسه ما اشتركتيش، ان شاء الله في حاجات حلوة جاية كتير باذن الله، وانا بكبر بيكم، ادعوا لي بالتوفيق. وده كده انا خلصت التوم كله بالشكل دوت، ف هحطه دلوقتي في الكبة بتاعتي. لسه الفكرة ما قلتهاش، خليكي معايا لاخر الفيديو عشان نعرف الفكرة بتاعتي. جبت الكبة بتاعتي، هبتدي اخد التوم بتاعي هفضيه في الكبة اهو. طبعا احنا هنشتري الحزمة بال10 كيلو بال20 كيلو، وحسب عدد افراد الاسرة، او كل اسرة لما بتحتاج ممكن ما تحتاجيش 10، تحتاجي 5، ممكن تحتاجي 15، ممكن 20، ممكن 30. في ناس بتحتاج التوم بكميات كبيرة، انت تجيبي اللي هو هيكفي من باذن الله ان شاء الله يا رب من غير حاجة وحشة، اللي هيكفي من السنة للسنة. فانا هقولك دي طريقة تفريز التوم من السنة للسنة، وبطريقتي اللي ان شاء الله هتعجبك جدا. هنحط بقى عليه دلوقتي شوية ملح. انت بقى اما هتملي الكبة، طبعا هو خلاص فوق كلها ايام وهينزل بكترة. انا لقيت اللي هو الاحمر ده، التوم الاحمر ده لقيته ب6 جنيه كيلو، طبعا لسه غالي جدا. الابيض دلوقتي تلاقيه لو كان نزل البشاير بتاعته مثلا ب5 جنيه ب4 جنيه، لا احنا هنستنى لما يبقى ب2 جنيه. وفي بيبقى ب1.5 جنيه، يعني حسب ما هتلاقيه، يعني اخر حاجة في منطقتك، حسب كل منطقة طبعا. اخر حاجة لقيتيها السعر بالنسبة لك كده خلاص مش هينزل عن كده، بتبتدي بقى تجيبي الكمية بتاعتي. فانا هحط الملح اهو، وهضرب التوم في الكبة بتاعتي. فايه هحطه دلوقتي حالا، هشغلها اهو. حبايب قلبي اسفة على الصوت جدا اهو، بتفرميه لغاية الدرجة اللي انت عايزاه، بس انا بعمله ناعم، بس مش ناعم قوي برضو، خلي فيه حتة خشونة شوية بحيث يستحمل الفريزر ويقعد معاكي اطول وقت ممكن، ما يبقاش ناعم قوي. تقدري ان انت تحمري لي الملوخيه، تحمري لاي اكل، تقدري ان انت يعني تتحكمي فيه، فما تنعميهوش قوي، يبقى زي الميه عشان ما ينزلش العصاره بتاعته، يعني يبقى الكميه بتاعته جواه، ما يبقاش ميه معاكي يتهدر وما تعرفيش ان انت تعملي الطريقه اللي انا هقولها لك دلوقتي. فلازم يكون مش ناعم قوي لدرجة ان هو يبقى زي المية. هكمله عشان الصوت. اسفة يا جماعة شرقت، بس هكمله عشان الصوت ونرجع تاني، يعني هكمل الفرم بتاعه. دي حبايبي الكمية اللي انا عملتها دلوقتي. طبعا هتبقى زيادة جامد جدا جدا، بس لما التوم يعني ايه ينضج اكتر ويبقى احسن الفترة اللي جاية ان شاء الله، لان دي مجرد بشاير بس، ان شاء الله هيبقى احلى من كده. طبعا هو ناعم مني، انا ما بحبهوش ناعم قوي كده بالشكل ده، لا انا بحبه يعني في خشونة شوية. هبتدي بقى اعمل طريقتي اللي هوريها لكم. طبعا انا حطيت ملح بس، ما حطيتش اي نوع من انواع زيت ولا كده، لان انا هعمل لكم طريقه مش هحتاج الزيت. الزيت بيحطوه ليه؟ بيحطوه عشان ما يبقاش ماسك في بعض. والله عملته بالزيت وبالملح، ولقيته ما قفش في بعضه برده جوه البرطمان، ما بقتش عارفه. ولازم تطلعيه شغلانه تانية، ولازم تطلعيه يبرد او يفك علشان تستخدميه، انما الطريقة اللي هقولك عليها مش هتحتاجي كل الخطوات دي. يلا بينا نشوف الطريقة. بص حبيبة قلبي، طبعا انت عندك الاكياس العادية دي بتاعت المطبخ بالشكل ده اهي، الكيس ده والكيس ده كمان.
طبعا هياخد اكياس كتير الموضوع ده، معاكي مش لازم اكياس، انت ممكن تقطعي كل كيس كذا حتة كده مربعات، اللي هي اكياس مربعات. هقولك ليه. طبعا انت استخدامك مثلا الحتة التوم دي، ماشي، دي حوالي معلقة توم كبيرة، اوكي، يعني لو وزعتيها كده، انا بس عشان واخداها بطرف المعلقة، دي معلقة توم كبيرة. طبعا مش هتحتاجي اكتر من كده علشان الاكلة، ولو احتجتي هتاخدي كيسين. يبقى بالطريقة دي انت الكمية طلعت كتير جدا وما هدرتش معاكي، تمام. طبعا ايه، هوريكي ازاي. اهو انا كده الكمية دي هي للتوم بتاعي، بالشكل ده احط كده في الكيس ده، وهجيب الكمية التانية اهي بالشكل ده في الكيس ده. انا لما بحتاج كتير بروح واخده الكيسين مع بعض، ما احتاجتش مثلا زي الكبده مش هحتاج اكتر من الحته دي، اوكي، فهاخد دي بس، يبقى هاخد كيس واحد. طيب ملوخيه احتاجت معلقه كبيره جدا، هروح واخده كيسين، هاخد ثلاثه، زي ما تحبي، بس اهم حاجه ان انت تبقي مجزئاهم بالنظام ده. اعملي اكياسك وخلصي كل الكميه بتاعتك. هتسحبي الكيس بمعلقه التوم اللي انت هتستخدميها فقط، مفيش اي تهدير للكميه، مفيش مره هتاخدي زياده ومره هتاخدي ناقص، مش هتستني البرطمان بتاعك لغايه لما يفك علشان تاخدي معلقه توم وانت مستعجله على الاكل. كل ده انسي، النظام اللي بقولك عليه هيبقى جميل جدا وهيريحك جدا، وان شاء الله هتعجبك طريقتي. وما تنسيش لايك للفيديو وشير عشان كله يستفيد بالطريقة الفكرة الجميلة دي. الفكرة فيها ايه، ان انت مجزأة كل حاجة حسب استخدامك الشخصي، حسب اكلتك. ما عملتي برطمانات، ماشي، اوكي، البرطمانات هتفضلي تستني لما البرطمان يفك. يلا هخلص كل الكمية وهوريكي هنعمل ايه تاني، ما تروحيش في حتة تانية، استني لاخر الفيديو عشان تعرفي اخر الطريقة ايه. بصي عايزة اوريكي طريقة كمان، اهو ده كيس واحد انا عملته على كيس، قطعته كيسين بالشكل ده، لان انت ما بتحتاجيش الا على قد المعلقه. فقطعت عندي كيس اهو، قطعته الاثنين، هحط فيه برضو الكميه بتاعتي اللي هي المعلقه، عشان بس ايه ما نقولش اماني تستخدم اكياس كتير. مفيش اكياس كتير ولا حاجه، انت ممكن تجزئيها وتقطعيها وتقسميها بالمقص. اهو حبايب قلبي، اهو ده الكيس اللي انا جزأته، يا رب يكون واضح في التصوير، اهو ده اللي انا قطعه منه، اهو مقسماه على كيسين، وادي معلقه التوم بتاعتي واضحه كده اهي على قد الاكله. عايزه زياده حطي كيسين، حطي ثلاثه، تعرفي ان عيار الكيس الواحد معلقه توم واحده. بالشكل ده مش هتقدري مش هتتعطلي ومش هتستني لما يفك ومش هيتهدر معاكي الكميه، هترمي مش سنة واحدة، هترمي لسنتين كمان. طبعا دي طريقة فيها نظام شوية، بس هي تختلف ان فيها نظام شوية اهي، وادي معلقة تاني، وبالشكل ده التوم بيرمي معاكي كتير جدا، تخيلي بقى 10 كيلو. انا كده عملت كمية التوم اهي كلها، هنعد مع بعض نص كيلو التوم، بس نص كيلو عمل لي كمية قد ايه، عمل لي كام طبخة بمعنى اصح، لان انت عمرك ما تستخدمي اكتر من معلقة توم او معلقتين. علبة زي دي محكمة الغلط، وسمعنا التكة بتاعتها، طبعا ما يفوتنيش اني الريحة، وانا طبعا اخاف على الفريزر بتاعي. الحاجات دي انصحك يعني ما تخليهاش للديب فريزر، لا خليها للفريزر الصغير اللي هي التلاجة العادية، خلي الفريزر بتاعه للحاجات دي. ديب فريزر خليها للحوم والخضار والتفريز الحاجات، بس هي تكفي يعني.
يلا نعد مع بعض. بسم الله ما شاء الله. هنشوف قد ايه. نص كيلو الثوم بس الاخضر اللي طالع جديد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، اهو شايفة، تمانية اهو، تسعة، 10، 11، والعلبة تاخد اكتر من كده كمان، 12، 13، 14، 15، وهي عشان ما تقوليش اماني عملت لنا ايه، بهدلت لنا الدنيا في التلاجة، ابدا اهو. دول 15 كيس، احنا عدينا 15، 15 كيس علبة محكمة الغلق بالشكل ده، شايفين؟ يلا بينا. بصوا سامعين التكه، سامعين التكه بتاعتها اهي، ودي علب من علب التلاجه اللي انا هعمل لكم ان شاء الله فيديو المشتريات وهقول لكم الاسعار. بصوا التكه التانية اهو، مفيش اي ريحه اظن هتدخل تلاجتي ولا الفريزر بتاعك بالمنظر ده. التوم جوه اكياس، كل كيس لطبخه واحده او لاكله واحده، عايزه تزودي هتاخدي كيسين، وبالشكل ده. ابعدي شويه عشان نشوف شكل العلبه، الشكل الجميل ده والتكات اللي على الجناب ديت عملت لنا احلى واوفر كميه توم ممكن تعمليها. اقول لك ايه، ما تنسيش لايك للفيديو وسبسكرايب لو لسه مشتركتيش في مطبخ اماني. ايه رايكم في الطريقه؟ يا ريت تقولوا رايكم في الكومنتات. والله والله الطريقه دي هتريحك جدا، مش هتستني برطمان لما يفك، لا انشي عندك اهي، افتح تاني، انشي عندك اهي، نخلي الغطا كده يبان. انشي عندك اهي، الطبخه بطبختها بالشكل ده، شايفين اهو، معلقه توم كامله جوه الكيس اهو. عايزه كتير بتقدري تتحكمي في الكميه، عايزه قليل برضو بتتحكمي في الكميه. حاجه جميله جدا يا جماعه والله، وفر كميه، وفر نظافه، وبرضو عايزه تحطي في علبتك حطي، بس مفيش حاجه هتقفش معاكي والتوم هيبقى حر بالشكل ده اهو. نقفل تاني واقول لكم ايه، باي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسيش لايك للفيديو واشتراك، نقفل العلبه تاني مع بعض، واشتراك في مطبخ اماني، في حاجات جايه حلوه كتير ان شاء الله هتعجبكم. شجعوني وعشان استمر بيكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.